السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وبحقك عليه وبحق ياسين والقرآن وفيها أن تفرج عنا الكرب الذي نحن فيه. إلهي لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مواقيت الصلاة في مصر 11 ديسمبر 2022 الأحد 17 جمادى الأول 1444 فضلا منكم وتكرم. ادعموني بلايك واشتراك جزاكم الله خيرا عني يا رب العالمين. مواقيت الصلاة على القاهرة 11 ديسمبر 2022 الأحد، يؤذن الفجر بأمر الله في الختام الساعة 5:08، الشروق في تمام الساعة 6:41 صباحا، ويؤذن الظهر في تمام الساعة 11:48 بأمر الله. العصر يؤذن في تمام الساعة 2:37، ويؤذن المغرب على مدينة القاهرة في تمام الرابعة 56. أما العشاء فتؤذن في تمام الساعة 6:19. صلوا على رسول الله. استغفروا ربكم إنه غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ومددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.